السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهاردة إن شاء الله هنعمل إيديت جميل فظيع، كل حاجة حلوة يعني إن شاء الله. في درس النهاردة إن شاء الله أنا هستخدم صورة من تصوير أحمد ديسكو، وده البروفايل بتاعه على الفيسبوك، تقدر تكلمه وتبعت له رسالة أو تبعت له آد وتتابع أعماله اللي بينزلها على البروفايل بتاعه. وكمان لو لسه مشتركتش في القناة أحسن لك دلوقتي تشترك، لأن أنت هيفوتك حاجات حلوة كتير أوي. كل عليك ان انت تدوس على الزرار الاحمر ده وتدوس سبسكرايب. اول ما تعمل سبسكرايب هيظهر لك علامه جرس، علامه الجرس دي هتظهر للمشتركين كمان، دوس عليها وهيطلع لك رساله علم على السطر اللي هيبقى مكتوب ودوت. اول ما تعلم عليه وتدوس اوكي كده يبقى انت كل درس هينزل على القناه هيتبعت لك رساله ان القناه دي نزلت درس. يلا نبتدي الدرس.